اتكلمنا قبل كده في افضل 10 افلام تتعلم منهم انجليش. النهاردة هنتكلم في افضل 10 مسلسلات تتعلم منهم انجليش. اتقل معايا ويمساء الفول لإيفري بادي. معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. زي ما سمعتوا كده النهاردة ان شاء الله هنتكلم في افضل 10 مسلسلات تقدر تتعلم منهم انجلش. الفيديو اللي كان نازل قبل كده كنا اتكلمنا في افضل 10 افلام تتعلم منهم انجلش، فطبعا ما كانش ينفع ان احنا نتكلم عن الاثنين في نفس الفيديو، فقلنا طيب خلاص نخلي المسلسلات في جزء تاني اللي هو الجزء ده. وهتلاقي لينك الفيديو اللي فات موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، يبقى اتفرج عليه بعد ما تتفرج على الفيديو ده. بص بقى يا سيدي، انا بختار الافلام والمسلسلات على حسب حاجتين، يعني بناء على نقطتين. اول نقطة انه يكون عمل مبدع، عمل حلو بحيث ان انت تستمتع وانت بتتفرج، مش مجرد ان انت بتذاكر منه لانك في الاخر هتمل لو ما كانش حلو. فاول شرط عندي ان هو يكون فعلا ممتع وفعلا حلو. تاني نقطة ان اللغة فيه يكون متوفر فيها حاجتين. اول حاجة ده هتبقى لغة حديثة، يعني مش لغة ميتة ما بقوش يستخدموها خلاص، لا لغة لسه بيستخدموها لغاية يومنا هذا، واخد بالك هذا. تاني نقطة انها تكون مهمة وسهلة. خلينا نبدأ بأول مسلسل فريندز. لا مش فريندس، لا حضرتك فريندز، يعني تقدر تقولي ان الدي مش موجودة اصلا، فبتحط مكانها زي كده فاهمني، تبقى فريندز. حضرتك اللغة اللي هتلاقيها في المسلسل ده هتلاقيها شبابية كده وحلوة وروشة ولسه عايشة لغاية النهاردة. ده بجانب المسلسل كوميدي جدا، وهتلاقي نفسك بتحب الشخصيات اللي موجوده في المسلسل جدا، وهتلاقي نفسك بترتبط بشخصيه من الشخصيات دي، بتحس انها اقرب لك. ولو انت اوريدي اتفرجت على المسلسل ده يا ريت تقول لي انهي شخصيه فيهم انت حاسس انها اقرب لك، وسيب لي اجابتك في كومنت. تاني مسلسل ذا اوفيس. ذا اوفيس، انا ما قلتش ذا اوفيس، انا قلت ذا اوفيس. ذا اوفيس، والمسلسل ده بجانب انه كوميدي جدا هتحس ان انت بتشوفه كل يوم عندك في الشغل، لان هو حياتهم كلها موجوده في المكتب وفي الشغل، ويعني المصطلحات اللي بيستخدموها دايما خاصه بالبيزنس انجلش. فلو انت اهتمام من اهتماماتك البيزنس انجلش انصحك جدا بالمسلسل ده قوي. تالت مسلسل Supernatural. Supernatural ده من اكتر المسلسلات ان انا شخصيا يعني ارتبطت بيها، لان انا بتفرج عليه من 2007 تقريبا، من 2006 حاجه كده، وهو 15 سيزون، يعني 15 موسم، يعني حياه عمر كامل فاهم. في المسلسل ده انت بس مش هتتعلم اللغه الخاصه بعلم ما وراء الطبيعه والكائنات الغريبه اللي احنا ما بنسمعش عنها اساسا، انت هترتبط بقصه المسلسل جدا، القصه الاساسيه بتاعته. هو زي ما تقول كده كل سيزون فيه قصه كبيره، وكل حلقه فيه قصه لوحدها كده، فالموضوع ما فيهوش ملل خالص. وانا لقيت نفسي ارتبطت بالاشخاص اللي موجوده في المسلسل لدرجة ان انا حسيت ان انا يعني هروح القهوة ليوم قاعدين مستنيني هناك. اصل زي ما بقول لحضرتك هو 15 سيزن، فانا كبرت مع الناس دي. رابع مسلسل بريكنج باد. وياريت ما تقولهاش بريكنج باد، يعني هتكون الطف بكتير لو قلتها بريكنج باد. بريكنج باد تلزقها في بعض كده. بعيدا عن قصه المسلسل اللي هتربطك بيها جدا، المسلسل ده فيه كميه لغه مفيده غير طبيعيه مختلفه، يعني هتلاقي لغه عن الحياه بشكل عام، هتلاقي لغه عن الكيمياء، هتلاقي لغه عن المخدرات، حاجات كتيره قوي كده هتتبسط بيها. خامس مسلسل ذا ووكينج ديد. بص هو زومبيز، بس هو خد فكره الزومبيز دي في حته تانية خالص. هتحس ان ده اكتر عمل خلاك تحس ان المشكله مش في الزومبيز، يعني الزومبيز دي اخر مشكله ممكن نفكر فيها، في مشاكل اكبر من كده بكتير. فهو هينسيك مشكله الزومبيز، والكلام اللي فيه لغه كويسه جدا وهتقدر ان انت تتعلم منها قوي، وهو لغايه دلوقتي 10 سيزونز. سادس مسلسل هاو تو جيت اواي وذ ميردر. هاو تو جيت اواي وذ murder، اللي هي ازاي تهرب من جريمة قتل، يعني حضرتك قتلت واحد ازاي تخلع. هو بقى هيفهمك. هو اسمه طويل شوية مستفز يعني، بس المسلسل ده انا شخصيا اتعلمت منه حاجات كتيرة قوي عن القانون في الانجليش، يعني قصدي المصطلحات القانونية. احداثه هتشدك جدا والشخصيات هتشدك جدا، انصحك جدا انك تتفرج عليه. سامع مسلسل ذا كراون. ذا كراون، وده بقى العشاء اللهجه البريطانيه، لان هو اساسا بيتكلم عن قصه حياه الملكه اليزابيث اللي هي ملكه انجلترا، فهتتعلم منه حاجات كتيره قوي عن الحياه الملكيه وعن المصطلحات الخاصه باداره الدوله وما الى اخره. تامن مسلسل شيرلوك. شيرلوك، 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 يعني احنا مش عارف اتكلم. احنا كلنا عارفين شخصيه شيرلوك هولمز، الشخص بقى اللي هو بينزل يحقق وعنده فطنه كده وعنده فراسه حلوه قوي، ولكن المسلسل ده ياخدك في حته تانية هيخليك تبص على الشخصيه دي بشكل مختلف خالص، واللغه اللي موجوده فيه مهمه جدا جدا جدا. تاسع مسلسل جريز اناتومي. جريز اناتومي، جريز اناتومي، بص المسلسل ده انت هتتعلم منه كميه لغه طبيه غير عاديه، هتلاقي نفسك بتعمل كده تتفرج عليه حاجه لوز. عاشر واخر مسلسل بريزن بريك. بريزن بريك، بريزن بريك، بالمناسبه كلمه بريزن انت بتنطقها بريزن مش بريزون. بصوا المسلسل ده
اتفرج وهتنبسط، مش هتنبسط لا هتنبسط، اللي هو تقدر تخلص الفيديو ده وتروح تتفرج عليه وش. ودول كانوا العشر مسلسلات اللي موجودين معانا النهارده اللي انا برشحهم لك انك تتعلم منهم انجلش. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن كل مسلسل فيهم، يعني سواء كان السن المسموح بيه للفرجه او تفاصيل اكتر عن الممثلين وما الى اخره، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاع موقع IMDb موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. هتخش وتعمل سيرش باسم مسلسل او الفيلم وتلاقي كل التفاصيل اللي انت حابب ان انت تعرفها. كمان انت محتاج تتفرج على فيديو ازاي تقدر ان انت تتعلم من الافلام بطريقه سليمه، هتلاقي برضو موجود اللينك بتاعه في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. وكمان محتاج تشوف فيديو ازاي تقدر ان انت تتفرج على اي فيلم واي مسلسل بترجمه انجلش او بانجلش سبتايتلز، بحيث الكلام اللي هم بيقولوه يبقى ظاهر قدامك على الشاشه، لان ده يسهل عليك حاجات كتير قوي هتفهمها بعد ما تتفرج على فيديو ازاي ان انت تذاكر من الافلام. بص على الديسكربشن بتاع الفيديو ده وانت هتنبسط. يعني لو انت اتفرجت على مسلسل غير اللي احنا اتكلمنا فيهم دول وتعلمت منه كتير، يا ريت تسيب لنا اسمه في كومنت، يمكن الناس انها تستفاد منه. اصل حضرتك في ناس اتفرجت على 10 مسلسلات اللي احنا اتكلمنا فيهم دول 30 40 مره، هم عايزين يجددوا بقى. اتمنى تكون استفدت النهارده شويه. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.